المهرة هي المحافظة اليمنية الوحيدة ربما التي ظلت بمنأى عن الصراع طيلة الفترة الماضية. الآن ومع اقتراب الصراع منها تسعى المحافظة للحفاظ على هدوئها والبقاء خارج دائرة الحرب. هنا تحتفل السلطة المحلية بتخريج الدفعة الأولى لمنتسبي الشرطة العسكرية من أبناء المحافظة والتي ستوكل إليها مهمة حفظ الأمن، عرض عسكري لإعلان الجاهزية وفق ثوابت التي يقسم بها الجنود. تأتي هذه الخطوة المدعومة من قبل الحكومة ودول التحالف العربي في إطار السعي لإعادة بناء الجيش الوطني، وتكتسب المهرة أهمية خاصة فهي تشرف على الحدود الشرقية للبلاد مع سلطنة عمان ومنفذها البري، بالإضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا على البحر العربي. إذن هي خطوة ذات توجه مستقبلي في اتجاه بناء المؤسسات الأمنية من جهة، ولضمان الحفاظ على استقرار المهرة التي ساهمت الجغرافيا اليمنية في إبقائها خارج دائرة الصراع.